يلا نجري هاتي لي كوبايه قهوه ولا حاجه تصحصحني شويه. لحسن خميس ممكن يغير رايه ويجي، عايزه ابقى مفوقه. وهي القهوه بتضيع الصداع يا ابله، دي بتزوده وبتهلك الصحه على الفاضي. امال اعمل ايه يا ست الدكتور؟ تاخدي لك نص حبايه من الاحمر ده هتوهوجي وتصهللي وتقفي دبابالي زي الجندي في الميدان ولا تحسي بحاجه ابدا. خدي يا ستي. لا يا ماما ماليش في البلبعه. بلبعه ايه؟ انت مفكراها حبوب هلوسه من بتاعه العيال دي؟ دي حبوب متجربه والكل ماشي بيها. هم الالاتيه اللي وراكي بيطبقوا بالليلتين ازاي؟ ما هم الاحمر دوا. جربي جربي، سمي ودوسي وعلى ضمانتي. هاتي يا منيله. ايوه يا ستي دي هتخليكي فله. بسرعه الميه. عيني دي طعمها وحش قوي. وحش ايه يا ستي؟ دي حمرا وجميله يا مانجا. انت يا حلو. الله يخرب بيتك. اه خمسه وتطيري. الحقنا يا باشا الحقنا، احنا كده هيبتنا هتروح وسط الخلق وانا قافل بقي بمية جزمه عشان خاطر عيون سعادتك والامر اللي ماشي على رقبه الكل. اهدى بس يا نوح. اقعد. اهدى اهدى ازاي بس؟ والواد بيرجع لي كل يوم والتاني معاها من افندينا وانا ماشي جنب الحيط. يا باشا كافي خيري شري، بس برضه احنا كبار واللي بيحصل ده كتير. ابنك هو اللي بيجر الشكل يا نوح. الواد معذور يا باشا، محروق عشان ترى اخوه، ده انا ماسكه بالعافيه، بس بقى افندينا هو اللي سايق فيها، كل يوم والتاني يعوره ومره يهزقه وسط الخال وينقطه. الله، ودي مش اصول يا باشا. عايز تسمع نصيحتي يا نوح. يا باشا نصيحتك خريطه نمشي عليها كلنا. ابعد ابنك عن خميس لو عايز تفضل كبير في السوق. هاي يا عمروتي. اهلا يا حبيبتي. سلمي على اونكلك نوح الاول. ازيك يا انكل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. تكونش دي فريده؟ شوف كبرت ازاي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ايوه كده، خلي النهار يطلع والشمس تبان. يا ما شاء الله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. يا كان نفسنا نتعرف اكتر عشان البركه تزيد. اعزمي يا انكلك نوح على الحفله بتاعتي. لازم تيجي يا انكل. ان شاء الله. عمال الليله كبيره يا بنتي. ان شاء الله. انا عايزك في حاجه. خلص كلام بس مع انكل نوح وبعدين نتكلم. يعني استناك هنا ولا اطلع اوضتي؟ شكلك خارجه، خلصي يومك وبعدين نتكلم بالليل. انا خارجه طول اليوم مع اصحابي، وانا بشوفك اصلا. بيكلميني في التليفون طمنيني عليك. يبقى شد ودن ابنك يا نوح عشان يفهم. انا مش عايز شغب تاني، وما فهمش شد ودنه تاني. انا مش عايز اتدخل لغايه دلوقتي. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. أمن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. هاو ممكن نطيرهم. عناية. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شوية. يلا يا رجالة مفيش وقت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا فندينا. هنشون البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ أيوة. أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة؟ الله. أيوة. أمال إيه؟ زوز هات كرتونة فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونه دي طبقتين، طبقه فوق معسل وطبقه اللي تحت معسل، وفي النص هنشون البضاعه، يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعه بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لابسينها لابسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عمليه متجربه قبل كده كذا مره وعدت. مش كل مره تسلم الجره يا خال، لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومه بقى عندها حاجات حديثه، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح. مار. يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز. أمر يا فندينا.
هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانيه تحت وفوق منها ترص البضاعه وفوق منيهم تحط صاجه تانيه انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال اتقل عشان تاخد شغل نضيف. هتتحط كابس يعني كابس لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله. محررين انتوا الجوز والكراتين تبقى فوق زي ما هي انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خالي كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل اكل عيشنا ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو. يتوب علينا ربنا. يلا يا مطلب يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحكها. ناولني. خد يا ابني. خد يا زوز. ناول. يلا. هم يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو يلا. ايه يا شو؟ كنت فين ده كله؟ انت مش عارف ان انا مسافر؟ عارف بس كنت بقضي مصلحه وخلاص رجعت. طب يلا يا اختي خلي. هدخل بس انت بالراحه على نفسك شويه اعصابك. محمد رسول الله. جاهز يا خال؟ جاهز يا بندينا. خلاص نويته؟ ربنا معاك ويوقف لك ولادي الحلال ويبعد عنك الشر وكل عين بصلك برضي. أمانة يا أم ما تنسي تاخدي الدواء في ميعاده. أنا دوايا يا ابني إنك ترجع لي ناجح ورافع راسك ومرجع اسمك للسوق تاني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع ناجحين ومسؤولين. ما تقلعيش على خميس يا حاجة إحنا كلنا في داه وفي ظهره. ربنا يحميكم من العين يا عمر. يلا بينا يا قمر. ايوه يلا. اهلا 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 بريحة الحبايب وريحة اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم؟ مش هتعايل البضاعة عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعة. أمر يا كبير. عد رجالة المعلم هريدي وابعت للحاتي هات اللي يكفي وزيادة. حصل يا كبير. طول عمرك أهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش أي مخلوق على الأرض يحس إن أنا ليا أي دخل. عيب يا معلم. ودي كانت أول مرة؟ بس المرات دي بقى غير كل مرة. اتضمن يا معلم. حط في بطنك شاد البطيخ صفر. العبها من أبعد حتة ممكن تطولها. مش لازم أي حد من رجالتك يبان فيها، آه. ما أنا مش عاوز أسيب أي فرصة لأي غلطة مش محسوبة. اعتبره حصل. حس كده ده مش خسارة فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري إلهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان حجرة ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا. كم دبك يا خال؟ البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس. خليها على الله. قول على الله. يا
جمال الارض. عارف تظبط الشيشه؟ الشيشه زي كل يوم يا كبير. طابور من وشي. تحب اغيرها لك؟ قلت لك قول قول. لا كسر على دماغك وافتح لك فتحه تانية. امرك يا كبير. امشي. امرك. القهوة يا كبير. أنا بقى هظبطها لك بإيدي. شوف كده. أنا شفت. شفت بالقوي قوي قوي قوي. وايه رايك؟ سبحان الله، الشيشه ظبطت على الاخر. ايديكي فيها سحر. انت واقفه بعكره ليه؟ ما تقربي شويه، انا نظري ضعيف ما جيبش من هناك. ما تجيب رجلك. تعملي ايه؟ هعمل لك حاجة حلوة. ايه رأيك؟ الله، ظبطت جامد. هي ايه؟ الشيشة؟ لا، رجلي. طب كده يا بنت بغير. لا 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 لا، انا بغير اصلا. طب تعالى مش هخليك تغير. يا بنت بغير، ما تخليش علي صوتي. الله الله الله. وبعدين معاك خليك. خلاص حد يسمعنا. طب بالراحه بالراحه بالراحه. ايوه ايوه. الله، حلو كده. حلو قوي. غير بقى. مش وش يا بنت، مش وش. قربي شويه اهو. معسل ده بتاعنا، ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا.